السلام عليكم اخواتي من جديد، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا في احسن الاحوال والظروف، ومرحبا بكم معايا في فيديو جديد. والبنات، بيني وبينكم باش نكون صريحه معكم، هذا الفيديو كنت صورته في ذاك الوقت اللي كنت في الدروه، وصورت دوك الفيديوهات اللي قبل في الشقق اللي كنت وريتكم في القناه، اللي ما شافهمش يعني كنتمنى انهم يرجعوا يشوفوهم. بالنسبه للناس اللي كيعجبهم يشوفوا الشقق، الناس اللي مهتمين ممكن انهم يبغيو يشريو، ولا يعني كاينين حتى اللي ما كيبغيوش يشريو ولكن تيعجبهم انهم ياخذوا افكار على الفينيسيون، اخر ما كاين في الفينيسيون، اخر ما كاين في السوق، يعني بالنسبه للعقار، بالنسبه لي زابارتومون. فهذا علاش كنشارك معكم بحال هاد الفيديوهات. المهم البنات، من جهه اخرى انا بغيت نشارك معكم هاد البرطمان اللي باقي ما حطيتهاش معكم، يعني ما حطيتهاش من قبل. الواحد السبب الرئيسي هو انه ما بغيتش نغيب عليكم. هاد الايام انا مشغوله بزاف بزاف بزاف، وما بغيتش نغيب في نفس الوقت، لانني وعدت نفسي وعدتكم انني ما بقاش نغيب عليكم في يوتيوب. فلمحبي هابي لايف ويد حنان، او لمحبي حنان، فكنتمنى منكم انكم تدعموني بمشاهده ديال هذا الفيديو والبارطاج، وانكم تبقاو متبعيني وتبقاو حاضرين معايا. بالنسبه للناس اللي ما كيتوصلوش بلي نوتيفيكاسيون، كنتمنى انكم تعاودوا تفعلوا جرس التنبيهات، اولا تعاودوا الاشتراك من جديد وعاد تفعلوا جرس التنبيهات، وتخليوا لي لايكات وتخليوا لي تعاليق ديالكم، مشكورين. وهذا اللي كاين. المهم كيف ما كتشوفوا معايا، هاد البارطمان تبارك الله تاعي عجبتني بزاف. بالنسبه لديك الطله اللي شفتوا معايا دابا من الكوزينه، داكشي كله كيقولوا بانه غادي يتعاود، غادي يريبوا داكشي ويحيدوه، وغادي يطلعوا تمايا يمكن اقامات، اولا غادي يديروا جرده وحده في هادو. هاد البارطمان كاينه في الدروه، وكيف ما قلت لكم وسبق قلت لكم شحال من مره، الدروه ما شاء الله غدا وكتكبروا غدا وكتزيان، يعني ما شاء الله ولات زوينه بزاف. كيف ما لاحظتوا معايا، المطبخ كاين اون فاس مع الدخله، تبارك الله صلان بك كبير الكوزينه وايكيبي، راه غير باقي ما لصقوش البلاك وداكشي، ولكن راها ايكيبي، ما فيهاش غير البالكون ولكن راها كبيره. كاين ناس بزاف اللي كيبغيو داك البالكون يزيدوا يدخلوه في الكوزينه، فهادو من الديبار خلاو الكوزينه كبيره وواسعه. شفتوا معايا الحمام حتى هو في الاول، هذا بنات سيجور اللي جاي تبارك الله صلاه بيجا زوين في الديكور، جا معزول اون فاس مع الصالون، صالون كبير ما شاء الله، راه كبير بزاف. شتي هاد الدار البنات راها كبيره، وقال فيها اكثر من 120 متر على ما اظن، حيت ما بقيتش عاقله على التفاصيل، غتكون فيها شي 126 متر على ما اظن. المهم نعاود نتاكد ونخلي لكم يعني المعلومات في لاباغ دافو او لا في صندوق الوصف. وكيف ما شفتوا معايا هذاك سيجور لي اونفاس مع الصالون، دايرينو هكا يا سيباغي، وبحال اللي كيكمل الصالون، هذا صالون في جهه وسيجور في جهه، وتا هو كبير البنات، جا مربع وزوين. هذه لا شومبر بارونطال، فيها لا دوش ديالها وفيها البلاكار. واللي عجبني في هاد الدار يعني حتى الالوان اللي اختاروهم في الفينيسيون زوينين، ما غاديش يطلعوا لك في الراس بالزربه. المهم داكشي اللي ماشي دابا، يعني هاد الشكل ديال الكارلاج او الزليج هو اللي خارج طوندونس دابا. الصباغه حتى هي اللي خارجه طوندونس دابا، هذيك الزواقه الجديده ديال الخيال اولا ديال فيروز ولا كل واحد شنو كيسميها. بالنسبه لي بلاكار حتى هما يعني زوينين، واحسن حاجه عجبتني في لي بلاكار انهم كوليس وكبارين طالعين حتى الفوق، وابيي من الداخل، كتلقاوهم ابيي يعني مخدومين بلي زيتاجير جو كرو. واقيلا كاينين حتى المجوره، انا نشوفو هنا واش كاينين المجوره. لا فهاد الجهه ما كاينش المجوره، ولكن راها كلها كله ديزيتاجير عفوا، وراه عالي البنات. اللي زوين في البلاكار انه عالي وعريض، يعني فيه لسباس من الداخل. كيف ما كتشوفوا معايا دي لا شومبر الثانيه، تبارك الله حتى هي كبيره، والدار كامله مشمشه وضاويه، جات شوكه يعني كتشوف على دو فاساد، و يعني ما شاء الله الفصاله ما عندنا ما نقولوا فيها، زوينه الفصاله ديالها بزاف. وهنا غادي ندوزو لا شومبر الثالثه اللي فيها بالكون، وهي اللي جات في الشوكه، يعني احسن حاجه جات في هاد الشومبر هي انها جات شوكه، يعني كتشوف من هنا ومن هنا، فجات ضاويه تبارك الله، وجا واحد الديكور فيها زوين وكبيره. هاد لا شومبر هانتوما كتشوفوا حتى البلافون سامبل وزوين، وكله غادي بلي سبوت البنات. كيف ما كتشوفوا راه باقي الناس خدامين في هاد لابارتمون، باقي ما كملوهاش. الريدويات البنات كلهم الكتريك في الدار كامله، يعني كيطلعوا يهبطوا بالضو.
يعني سميتها الكاليتي ديال الالومنيوم زوينه، ما عندنا ما نقولوا فيها، المهم كل شيء هو هذاك، فينيسيون رائعه. المهم غادي نحاول نخلي لكم لي زانفو هكا كما قلت لكم معلومات في صندوق الوصف. كنتمنى منكم تشجيع ولايكات البنات، وشكرا على المشاهده وشكرا على تشجيعكم اللي اش غنقول لكم، غنبقى ديما ممتنه حياتي كامله لدوك الناس اللي كيحطوا لي تعاليق زوينه وكيشجعوني بها. لا يخطيكم عليا، تهلاو ليا فراسكم. بسلامه.